عسى ومرحبا بكم في اول فيديو اللي هو الانترودكسيون، وباش نخدموا فيها شويه نتاع الميديا كويري. اوكي، الميديا كويري شنو هي، والميديا كويري كيفاش نستعملوها، والميديا كويري معناها لنا البزوان هي معناها تحقنا شنو البزوان اللي يجيبهونا. دونك خليكم معانا مع اول فيديو في الميديا كويري. ابدا معايا راي بارتي سونسيبل، باش نبدا فيها بشويه، معناها ماهيش باش قوي في الريتم، اما راهو سافا، معناها ساسخا تخي بيان. كان تبعني من اول فيديو نتاع الميديا كويري لاخر فيديو 5 ولا 6 فيديو نخرجوا فاهمين الميديا كويري بالكدا. خليكم معانا من غير ما نطولوا بعد الانترو. اوكي، دونك كيما تشوفوا عندنا اربع عناصر هنا. قبل ما ندخلوا في الكود وكل شيء نحكيوا ميديا كويري. ميديا كويري شنو تعاوننا؟ تعاوننا في الويب في الريسبونسيف ويب ديزاين. اوكي، ريسبونسيف ويب ديزاين تعاوننا باهي باش نعملوا ريسبونسيف ويب ديزاين. تقولي انت يا اخي شنو ريسبونسيف ويب ديزاين؟ قولك انا راه ريسبونسيف هي كلمه ريسبونسيف جايه من كلمه ريسبونس. اوكي، تجاوب على حاجه. اوكي، كي تجاوب على حاجه دونك كان انا كونيكتيت بي سي باش يجاوب على الحاجه اللي انا مكونيكتي به، كان كونيكتيت بتليفون باش يجاوب على الحاجه اللي انا مكونيكتي به بالتليفون ولا بالتابليت. دونك كان كونيكتيت هكا باش يجاوب بال 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 باللي كونيكتيت به هنا، بالديفايس اللي كونيكتيت به هنا، كسوا تابليت تليفون ما نعرفش انا بي سي ماك، عندي جرون تيكرون اكسل تبارك الله تلفزه ولا حاجه، باش يجاوب لي حسب الديفايس اللي مكونكتي بيه هنا. اوكي، هذا اش معناها ريسبونس. اوكي، هذيك علاش نقولوا ريسبونسيف ويب ديزاين. اوكي، ريسبونسيف ويب ديزاين، دونك الويب ديزاين نتاعي ريسبونسيف نتاعو. اوكي، ب هذا جلوبالمون فهمنا اش معناه. ايجا نمشيو تكنيكمون. تكنيكمون عملت 4 اليمون هنا 1 2 3 4 وهاكم تشوفوا. دونك انا هنا هكايا كان نمشي، دونك نمشي هكايا يتخفى الرابع، دونك كان نمشي هكايا يولي يظهر زوز، نمشي هكايا يولي يظهر واحد بركة. دونك سي با لوجيك، شنو هو الحل؟ كيفاش نتعاملوا معاهم وكل شيء؟ يجيو مع بعضنا نمشيو للفي اس كود ونبداو نشوفوا بتي تابتي كيفاش. اوكي، اوكي، باهي. الميديا كويري اش تقول؟ تقولك السنتاكس نتاعها ات، تبدا بات ميديا. باهي، خليني نعمل زوم. اوكي، باش تبدا الدنيا الكل واضحه. باهي، تبدا بات ميديا. هنا فما كونديشن. اوكي، كونديسيون، وهنا عندنا البلوك نتاعنا. اوكي، عندنا البلوك نتاعنا. باهي، تقولي انت شنو الكونديسيون هذه؟ قولي الكونديسيون هذه اللي تحب. اوكي، دونك بار اكزومبل الكونديسيون هذه ناخذو بار اكزومبل برينت. اوكي، باهي، قولي انت شنو البرينت؟ البرينت هذايا باش ناخذ البارامتر وقت اللي تجي الصفحة باش تتبع. اوكي، باش يصير لها برينت. اوكي، باهي، كان تجي الصفحة باش يصير لها برينت هكا هو. دونك البارامتر البوت كود هذايا اللي باش ناخذو باش يجيني كان في البرينت، باش يجيني كان في البرينت برك. اوكي، مش باش يجيني في الـ في الـ في الـ في التصرف نتاعي العادي. اوكي، باش يجي كان في البرينت. باهي، ايجا نشوفوا مع بعضنا تو البرينت هذه شنو هو الحكايه. باه، نجي لهنا مثلا في البرينت باش نقولوا بارنت ديف. اوكي، بارنت بار اكزامبل ديف. اوكي، نعمل هكا ديف. باه، بارنت ديف تشايلد هذاك، ونعمل بوت كود ونقولوا بار اكزامبل فونت سايز. فونت سايز تعطي 70 بيكسل. اوكي، باه، نجي نعمل اوريجستري ونمشي للباج نتاعي. اوكي، باهي، نعمل ريفريش، ما صار حتى شيء. علاه ما صار حتى شيء؟ خاطر انا قلت له هذيك طبقها وقت اللي تجي صفحتي باش تطبع. اوكي، وقت اللي تجي صفحتي باش تعمل برينت معناها كنترول بي كيكا، فوالا شنو صار، ولا هذا 70 بيكسل. اوكي، هاك، ولا هذا 70 بيكسل. دونك كان نجي ونقول له بار اكزومبل في البرينت نزيد ونوضحو اكثر. اوكي، ونقولو بارين ديف بار اكزومبل باش نحي لي ليمون الاولاني
واحد هذيك باش نحي، يعني باش نقولو first child، اوكي first child، الديف الاولاني first child، باش نحيه جملة باش يولي يبدا اثنين ثلاثة أربعة، اوكي دونك نقولو هنا display display none باش يطير على روحه، اوكي باهي. كي نجي لهنا نعمل ريفريش ما يصير حتى شيء، اوكي نعمل كنترول بي، فوالا شفت شنو صار، جيت من اثنين ثلاثة أربعة، الواحد وين؟ الواحد طار على روحه، علاش؟ خاطر أنا عامل البارامتر نتاعي على الميديا كويري عامل على البرينت، أوكي؟ عامل على لي برينت، أوكي؟ دونك ماهيش حاجة كبيرة وحاجة حلوة ياسر وتعاوني برشا برشا، باهي، إجا توا ندخلوا في الصحيح، أوكي؟ توا عرفنا اللي هذا بارامتر وكل شيء، والبرينت وناخذوه حاجة باهية برشا برشا، باهي، إجا توا نقولوا له مثلا في عوض برينت، نقولوا له سيدي. نعمل اونتر بارونتيز مثلا ماكس ويف، ماكس ويف اللي نعرفوها وقريناها وكل شيء، اوكي ماكس ويف نعطيوه بار اكزومبل في ال 1000 بيكسل، اوكي ماكس ويف 1000 بيكسل، اوكي شنو تعمل؟ دونك في الماكس ويف 1000 بيكسل تعطينا الباك جراوند كالر، اوكي نحى علينا فيرست تشايلد هذيا باه بارنت ديف هذيك، الباك جراوند كالر نتاعها بدلها، اوكي باك جراوند كالر ردها بلو، اوكي معناها من الصفر حتى كش للميل بيكسل باك جراوند بلو، اوكي دونك اونريجستري باه. اجا لهنا نعملو هكا، علاش ما تبدلتش؟ خاطر اكثر من 1000 تو، 1000 تو نعمل هكا 1032 1000 كذا 1000 فوالا فوالا، هكا تبدلت زرق، اوكي هكا تبدل حمراء زرق من 1000 وانت هابط ماكس ويف تتبدل الباك جراوند نتاعنا تتبدل زرق، اوكي باه متفاهمين الى حد الان؟ متفاهمين انه في البارامتر وكل شيء باهي، امورنا واضحه. اجا نجربوا حاجه اخرى، اوكي باه قلنا باش نجربوا قياسات، معناها كل قياس تاع تابلت تاع تليفون تاع بي سي باش نعطيوه ميديا كويري نتاعو، اوكي ولا نفهموا تاو شنو معناها ميديا كويري شنو معناها ريسبونسيف وكل شيء، اوكي باه. اجا توا نمشيو في اس كود ونقولوا له مثلا هنا معناها نعطيوه مين ويف وماكس ويف، اوكي نعطيوه خلي هذيك ماكس ويف نزيدوها هنا اون اوتر كونديسيون عبارة على if، اوكي قولوا له مين ويز، مين ويز، اوكي باه مين ويز منين تبدا؟ نقولوا له مثلا تبدا من 1000 بيكسل، اوكي حتى كش لل 1400، اوكي اما ردوا بالكم بيناتهم اوبيراتور اند، اوكي تعمل الاوبيراتور اند، اوكي باه. هذا شنو يتحقق عليه؟ نقولوا انا مثلا بار اكزومبل هذا راه حط له الباك جراوند نتاعو نعرفش انا بون بون بون، خلينا نستعملوا هذا روزي براون عمرنا ما استعملناه، اوكي باه خلينا نعملوا كنترول اس باه، معناها من 1000 لل 1400 باش يعطينا الكولور هذايا باك جراوند كالر، اوكي معلش باه سوري ما حبش تمشي بالكدا، انا مش مشكل هذه هي ظروف الموبايل باه مش مشكل باه. اعطينا توا نمشيو الريزولتا مع بعضنا، اوكي فوالا باه توا نمشيو نجربو نعملو ريفريش باهي يا هاك. توا نحنا وين؟ فانا انترفال، نحنا توا احنا توا في الانترفال هذي دونك 1000 من 1000 دونك نرجعو هايك 900، اوكي من 1000 1000 سافا 1400 من 1000 حتىش ل 1400 احنا هنا ما وصلناش، اوكي 1400 لازمنا نحيوها، اوكي فوالا 1400 باه. رجعوا انسبكتي لي مون كل شيء راكم تشوفوه من 1000 لل 1400 تصير حاجه، اوكي او كان نجيو لهنا شوفوا فوالا كان نجيو لهنا باش نشوفوا حاجه نحلو بادي هكا حلو ديف، اوكي هاك يجي لهنا تشوف باش تلقى الباك جراوند كالر تنحى دونك ما عادش، اوكي تجي لهنا اهو باك جراوند كالر تنحى ما عادش ريد، اوكي كان نجي لهنا النقص اوكي اهو كرجع ريد مريقل صحيح مش مفسخ، كان نتعدى فوق الميل تو عاود يتنحى فوالا هاك تفسخ، اوكي تفسخ
وجاء في بلاصتو الميديا كويري هذا يخدم في بلاصتو اوكي، واعطانا باك جراوند كالر هذاك الروزي براون. اوكي خلينا حتى لهنا، خلينا فهمنا الكونسيبت، فهمنا كيفاش نستعملوها، ما نرزنوش على رواحنا، بشوي بشوي في لي فيديو بروشا تشوفوا حاجات جد في الميديا كويري ان شاء الله تيتا بتي. تابعونا للاخر ان شاء الله باش نوليو بروفيسيونيل بالحق في الميديا كويري، وهي اللي هي اهم حاجه في السي اس اس. خليكم معنا على بروشين.